شركاء في هذا المشروع متعددين، ولن أستطيع توجيه الشكر بالكلمات، لن تكفي. إلا أن المميز في هذا المشروع هو أن كل طرف قام بمهماته بامتهان، لكنه أصغى لنصائح الآخر. كل طرف كان ساحراً على كل المشروع، لكن دون نزعة السيطرة أو التدخل بشؤون الآخر. كل طرف راقب تنفيذ المشروع وعمل الفريق الآخر، لكنه منحه ثقة. أثبتنا بأن المشروع يشكل نموذجاً لسياسة عقابية نحن بأمس الحاجة لها في لبنان. السجناء اليوم اجتازوا طريقا هائلا وتعلموا التعبير عن غضبهم بلغة سلمية من خلال الفن، وستراود هذه التجربة ذهن كل من شارك فيها من قريب أو من بعيد. هون اليوم ما قاله الرئيس الأمريكي أوباما وردده الشعب الأمريكي: Yes we can. بالإنجليزي وبالفرنسي لأنه عندنا ضيوف ما بالضرورة بيعرفوا عربي. Si je peux dire. Cet endroit est synonyme de douleur et de colère, puisque c'est notre thème, mais aussi d'échec. Pas brusquement. Et si la prison est le résultat de l'échec du prisonnier, la douleur, la misère et la souffrance ne sont pas. En effet, ce projet a pu voir le jour grâce à la collaboration de plusieurs parties. Nous ne remercierons jamais. Comme le président américain et le peuple américain, oui, nous pouvons. Et maintenant, but every success has its secrets. Indeed, this project wouldn't have seen the light of anyone, professionals as well as volunteers. And to summarize, interference, control, but confidence and trust needs to be put in place urgently. The little flame that would enlighten the way in moments of doubt. And now I would like to invite Mr. Hassan Khayber. دخل عليه هالقدر الكبير من السياسيين والمسؤولين، دور السجن واقع المدري للسجون، ان شاء الله رمزيا دخولنا للسجون، شكرا لهذا المشروع لازم يتكمل باصلاح للسجون، شكرا لزينة اللي بديت مع الكلمه من دون ما نطول تيبداوا الممثلين والموسيقيين للدخول الى القاعه. بونجور، انا كثير سعيده بحضور كل شخص منكم، بسأل كل شخص بعنيها كل شخص. أنا ما بكتب كلمة وما بعرف كثير عن أكتب وارجع أقولهم وهيك، بس عن جد بعني كل شخص فردا فردا من الصغير للكبير. كونه أكيد باتحاد أوروبي هو اللي ممول المشروع، بدكم تسمحوا لي بس خصهم هن عن جد بالشكر. بالجملة اللي وحيت الله لي سنة بحطها قدامي لأعرف أحفظها قد ما طويلة. هيدا المشروع بهمني الكل يعرف انه هو بدون برنامج افكار اثنين الممول من الاتحاد الاوروبي باداره مكتب وزير الدوله لشؤون التنميه الاداريه، وبلاهم ما كان عندنا مشروع اكيد. هلا انا ما حطول كثير الحكي، صحيح قلنا بلاهم ما عندنا مشروع، اي بس هن اوكي عدلوا اوكي على المشروع. بعدين صرت يمكن اعرف كل نوع بن بيشربوه كل الناس بتشتغل بالدوله. شرباني بن لشبعاني عسلي. عادي يا زينة من شربك قهوة بضل فاضي. في الممر هونيك بضل فاضي كمان في تمثيل، بضل ممر البراد فاضي. حتشوفوا شباب من هون لهونيك عم بيمثلوا. كل شخص حتشوفوه هلا شان مظهر هو منه مدني، هو شخص مسجون. الإضاءة هن اللي عملوها، صوت هن اللي عملوه، موسيقتهم منتبهينه، كل شيء هن. أنا سهلت العمل، أنا بنسحب، أنا بسلمهم حاليا العمل، بترجيكم بشر بالنشيد الوطني ومن بعده نشيدهم هني، تفضل.
لازم يوقف تفكيرا عند الناس اللي تركتهم صورتهم مثل ما فارقتهم. شوفوا مرة شو صار معي. ايش الوالدة اللي عندي؟ قالت لي عبالك يا ماما اليوم عزت بنت خالك ريما. قلت لها شو صار له خالي؟ ريما صغيرة 5 سنين عمرها. قالت لي يا ماما صار لها 18 سنة. ريما صارت صبية 23 سنة عمرها. بس نحن مش بعاد كثير عن بعض. على التلفزيون شفت بالسويد في 5 أنواع من الأحكام: التغريم، الرقابة ضمن الحرية، فترة التجربة، العناية الخاصة، والسجن. وبس نقول سجن بحافظوا للمحكوم على هامش كبير من الحرية، بيقدر ضمن دوام محدد يظهر على المجتمع يشتغل ويجي عصر. طب ليش ما بتصير عنا؟ نحن أول بلد بالشرق الأوسط بيعمل مسرح للسجن، والشعب اللبناني أول من صدر الحضارة والنور للعالم. شو عم تفبرك يا استاذ؟ اوراق التصويت. مظبوط، يي مظبوط، لازم نصوت. مين بيعرف يمكن انتهي صاحبنا نايم. والله انا كنت رح اخذ لقطه. هيدي اول مره بشارك بهيك حكاية. انا هيدي ثالث مره ما عم بهضم كل هالقصه اللي بلعونا اياها، خاصه انا قصه ابن الامير. بعدين انه حقهم يمشي. لانه يحكوا ما اختلفنا. طيب شو يا جماعه يلا؟ بلشنا؟ طيب يلا بلشنا عم نشرحنا يا جماعه. فكرتوا ان فينا نبدي حالنا بريك صغير. اصلا في حدا من الحمام. عفوا استاذ كنا نقعد ما بعرف بعتقد. شو رايك بالقصة؟ انا بلاقيها مبكلة على قاتي. يعني منيح اللي وقع على جريمة قتل شيء مهم يعني، كنت خايف نكون جينا كرمال شي سرقة، كرمال شي تافه. بتعرف لو جينا كرمال شي تافه كنا زهقنا زهق ما بينطق. انت لقيتي؟ دخلك هيدا مش متحف اللي هوني؟ مظبوط. غريب يا زلمه، عايش هون وفي القانون وحياتك مش بعيد عليك، تصدق؟ يس. شو رايك بقصتك يا سكين؟ تيكون الفكر تعرفت ورح يجرها علينا. ممكن تديك في تشوف شكله لهالزلمه تتفهم على الطايف. عندي بالطايف عم بمشي الباسكت بول الليل الاهلي والرياضي. شكله جايبين لعيب جديد. فنجوره شيل للنوع. طارق حقه حقيقي بالمكروه. كيف النوع استاذ؟ بعتلك حسب رقم كل واحد فيكم. 2 3 4 وهكذا دوالين. يلا يا حضرات يلا. شو الفرق؟ ولا شيء بس هيك اسهل. كثير منيح. يا استاذ بتحب تتفضل؟ يا استاذ يا لؤي بحب الشباب. تفضل. مش هاي انه صبي مثل ما يطق هيك؟ استضيفتها بزنود. لك بس بقى الحقيقه انه نحن عم نخلي هالولاد يصيروا متوحشين، فهمت شو قصدي؟ زلمه كثير بعد جوا بالحمام، اذا بتعمل معروف بتحطوا على الباب. ايه قل لي انت مع حكمه؟ لا مع رياضي. رياضي؟ اه احسن لي خبر براسي بالخير. انت عارف شو عندهم حبيبي بالرياضي؟ شو عندهم؟ طب ما عارف كمان الفرجي؟ ما عندهم غير احسن ترى الخنزير. بعتذر عن التاخير. بتمنى ماشي يا جماعه. ما بعرف اللي مطرني. اوكي اوكي كثير منيح. اكيد يا حضرات فيكم تلعبوها زي ما بتحبوا. ما بفرض عليكم اي طريقه معينه. إذا بدكم فينا نتناقش قبل ونصوت بعدين، أو بالعكس نصوت قبل تنشوف على أي أساس فينا بدنا نمشي. نصوت. الخيار لإلكم. بتخيل إنه عادة بيصوت. لك إيه يلا بنصوت، برجع هيك بنرجع بفكر على حالنا يا هل شيء بيرجع لكم، لكن تذكروا يا حضرات نحن عم بنتعامل مع تهمة بجريمة قتل من الدرجة الأولى. إنتوا صعب هالظاهرة دي ما عرفتوا، ولا خيالنا يا مولود. بطلب منكم ساعة. ما تفهم ما بلش عم بسرعة مين مالك؟ تفضل. طيب يا حضرات حدا عنده شيء يقوله؟ انا مش انا مش انا موافق للمساء. برافو خبروني اللي كنت امبارح عندي نوع واحد ليش اخذ بيضاء. عم سلام احنا هون حضرتك ولا سعيد انا شو بدنا هون حبيبي؟ احنا هون نحكي عن صبي اذا عندكم حياة. بتعرفوا شو يعني تعيش بشوارع هالمدينة من بعد ما تكون فقدت امك من الطفولة؟ بعمر 9 سنين اللي حاضر ميكو بالوقت اللي بيو مزود قاعد بحبس قدام مين حياتك بتضيعها؟ بينقال انه صار ياسر من في العالم مظبوط بس بتعرفوا ليش صار هيك؟ لانه كل يوم ايه كل يوم من حياته تعرض للضرب 19 سنه طبيب ليه انه كثير هاد وبعتقد انه مدولينه كم كلمه ولا شيء مش مدولينه شيء مش لاقي يقولها
صار له محكمة منيح وصادر هي الملا. شو فكر ما بيخلي محكمة من هيدي؟ حظه منيح انه صار له وحده مثلها. عرفت علي كيف؟ قضيت حياتي كلها بين شباب بنته، ما فيك تصدق شيء من اللي بيقولوه، كلهم خلوا بالسبيل. شو هالحكي العبس؟ شو؟ فكر حالك الوحيد اللي بتعرف الحقيقة؟ بعتقد فيها الشاب فتتوى الأستاذ. طيب يلا يا جماعة خلونا نبشر. ليك ابن الذي عاي قال كم شدرز طولتها بتتحكيه؟ في كلامك يا استاذ يا استاذ معلش عم بشتغل. طيب فضلك شو عم بقول لك بتشتغل؟ بركي الاستاذ اللي مش موافق، في فسر لنا ليش مش موافق ونحن نحاول نثبت له انه ما معه حق.